السلام عليكم ورحمة الله. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجلس وسط أصحابه، فدخل شاب يتيم إليه يشكو، قال: يا رسول الله، كنت أقوم بعمل سور حول بستاني، فقطع طريق البناء نخلة هي لجاري، طلبت منه أن يتركها لي لكي يستقيم السور فرفض، طلبت منه أن يبيعني إياها فرفض. فطلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يأتوه بالجار. أتى الجار إلى سيدنا الرسول وقص عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شكوى الشاب اليتيم، فصدق الرجل على كلامه. فسأله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يترك له النخلة أو يبيعها له، فرفض الرجل. فأعاد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوله: بع له النخلة ولك نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. فذهل أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من العرض المغري جدا جدا، فمن يدخل النار وله نخلة كهذه في الجنة؟ فهذا عرض واضح له أن يدخل الجنة، وما الذي تساويه نخلة في الدنيا مقابل نخلة في الجنة؟ لكن الرجل رفض مرة أخرى طمعا في متاع الدنيا. فتدخل أحد أصحاب الرسول ويدعى أبا الدحداح، وقال لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن اشتريت تلك النخلة وتركتها للشاب، ألي نخلة في الجنة يا رسول الله؟ فأجاب: نعم. فقال أبو الدحداح للرجل: أتعرف بستاني هذا؟ فقال الرجل: نعم. فمن في المدينة لا يعرف بستان أبي الدحداح ذا 600 نخلة، والقصر المنيف، والبئر العذب، والسور الشاهق حوله؟ فكل تجار المدينة يطمعون في تمر أبي الدحداح من شدة جودته. فقال أبو الدحداح: بعني نخلتك مقابل بستاني وقصري وبئري وحائطي. فنظر الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غير مصدق ما يسمعه: أيعقل أن يقايض 600 نخلة من نخيل أبي الدحداح مقابل نخلة واحدة؟ فيا لها من صفقة ناجحة بكل المقاييس. فوافق الرجل، وأشهد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على البيع، وتمت البيعة. وبعد أن تمت، نادى أبو الدحداح على الشاب اليتيم وقال له: يا فلان، النخلة مني إليك، خذها. وذهب فأخذها. فنظر أبو الدحداح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيدا سائلا: ألي نخلة في الجنة يا رسول الله؟ قال: لا. فصدم أبو الدحداح من رد الرسول، فاستكمل الرسول قائلا: الله عرض نخلة مقابل نخلة في الجنة، وأنت زايدت على كرم الله ببستانك كله، ورد الله على كرمك وهو الكريم ذو الجود بأن جعل لك في الجنة بساتين من نخل أعجز عن عدها من كثرتها. وقال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح، والعذق الرداح هنا هي النخلة المثقلة من كثرة التمر عليها. وظل الرسول يكرر جملته أكثر من مرة، لدرجة أن الصحابة تعجبوا من كثرة النخيل التي يصفها الرسول لأبي الدحداح، وتمنى كل منهم لو كان أبا الدحداح. وعندما عاد أبو الدحداح إلى امرأته، دعاها إلى خارج المنزل وقال لها: لقد بعت البستان والقصر والبئر والحائط. فتهللت الزوجة من الخبر، فهي تعرف خبرة زوجها في التجارة وشطارته، وسألت عن الثمن، فقال لها: لقد بعتها بنخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. فردت عليه متهللة: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع، فمن منا يقايض دنياه بالآخرة؟ أرجو من يسمع هذه القصة أن لا يتركها في جهازه دون أن يرسلها، فالدنيا لا تساوي أن تحزن أو تقنط من مشاكلها أو يرتفع ضغط دمك من همومها، فما عندك زائل وما عند الله باق. أكثر الناس يستدلون بقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن قليلا من يكمل المعنى حتى يتضح المعنى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
إنها قمة الروعة ونحن نجهلها. لقد قال الله عز وجل في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فما هي الباقيات الصالحات وما ثوابها؟ هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سميت بالباقيات لأنها هي التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات مقدمات وهن الباقيات الصالحات. اللهم اغفر لنا ولمن أوصل هذا الكلام ولمن سمعه وحفظه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.